هل يحطم محمد صلاح أرقام قياسية جديدة في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي؟ هذا ما سنتعرف عليه في فيديو اليوم. انزل دوس لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد. ملك الجولة الأولى، صلاح على اعتاب رقم تاريخي أمام تشيلسي، حيث يتطلع النجم المصري محمد صلاح لمواصلة أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع افتتاح الموسم الكروي الجديد 2023-2024. ويملك صلاح الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي برصيد 6 مواسم على التوالي، وإذا سجل صلاح سيصل للعام السابع في إنجاز كبير. وأيضا أمام صلاح فرصة أخرى لتحطيم الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف في مباريات الجولة الأولى الذي يتقاسمها محمد صلاح مع الثلاثي ألان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني، وسجل كل منهما 8 أهداف في الجولات الافتتاحية من المسابقة. وإذا سجل صلاح في شباك البلوز فريقه السابق سينفرد بالصدارة رافعا الرصيد إلى 9 أهداف. وخلال المواسم الست الماضية كانت مباراة ليفربول في افتتاح موسم 2020-2021 ضد ليدز يونايتد الأبرز بالنسبة لصلاح في هذا السياق، حيث نجح اللاعب المصري في تسجيل 3 أهداف في المباراة. إليكم سجل محمد صلاح التهديفي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. موسم 2017-2018 سجل هدفا في واتفورد. موسم 2018-2019 سجل هدفا في ويست هام يونايتد. موسم 2019-2020 سجل هدفا في نورث سيتي. موسم 2020-2021 سجل 3 أهداف في ليدز يونايتد. موسم 2021-2022 سجل هدفا في نورث سيتي. موسم 2022-2023 سجل هدفا في فولهام. انت اللي قول لنا رأيك في الكومنتات، هل تتوقع أن يسجل محمد صلاح في مباراته الأولى؟ ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة ليصلك كل جديد.